النيرون المربع بتاع الكابويا او المربع بتاع الكابويا يعيطوا لها هي مذكوره في القران اسمها اليقين. نديروا المربع تاع الكابويا ننقوا في الكابويا نغسلوها هاي نقيناها نغسلوها مليح مليح. الآن نقطع فيها الطرف طرف هذه الكاوية يسموها اليقطين مذكورة في القرآن. كلينا بها الطعام وغادي نديرو هذا الكونفيتير. يعني تقدر تجيب مربى ناخذها من الريحة هيا نديروها نقطعها طرف 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 كأنك تقطع بالبطاطا. نديرها في الكوت مينيت نديرو فيها عبر تاع على حسب اللي درنا حنا اي غرفية ولا نص تاع سكر ونخلوها ونغطوها ونخلوها تبات حتى الغدوة الصباح. نخلوها تبات نقيناها كاع من الريحة ومن بعد نقطعوها هنا بالكيكوطا ونديرو معاها تقريب غرفية تاع سكر على حسب الكابوية اللي عندنا ونخلوها تبات بذاك السكر. غدوة الصباح نديروها تحت النار هادية تكون تحتها النار هادية شوية هذا تغلي شوية وكي تغلي نزيدوها شوية ليل نديرها شوية ليل نديرها مع هذاك تولي كونفيتير. قطعنا الكابويا كاع ودرناها طرف طرف ونقيناها من الزريعه. الان على حسب الكابويا اللي عندنا غادي نديرو غطيه تاع السكر معاها بالفضل. هاي السكر هاد السكر غادي نخلوه غط يبات فيها حتى الغدوه ان شاء الله. السكر في الكابويا ودرنا هذاك وبدات تطلق الماء تاعها او العسل العسل يعني تاع الكونفيتير المربى. رايحين نطحنوا الزفر الحار هذا اللي طيبناه لان انا الزريعه طيبناه بعدين نطحنوا بعد ما درناه تحت درنا له السكر ودرناه تحت النار هادئه. هو الان ذابت هذاك السكر وذاب هذاك الكابويا. الان هو العاقد باقي الان باش نديروه نطحنوه يولي كونفيتير كيما العاده. نحطوه في الطحانه ونطحنوه نطحنوه فيه مربى تاع الكابويا. اصبح جاهز للاكل. درنا لها بارح السكر وخليناه بات ومن بعد درناه تحت النار هادئه ومن بعد طحناه ولا كونفيتير.